حلقة جديدة من حكام العاب، الجزء الثاني في تقييم الاعدام في لعبة فور اونر. فور اونر اي. واليوم الحلقة اليوم بنشوف كلانان جديدة، كلان الساموراي او اليابانيين، والكلان الثاني الصينيون اعتقد منهم وفيهم ياسينيين. انا لا اعتقد الحلقة دي اسيوية. اسيوية صعبة قوية. قبل ما نبدأ كالعادة لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير ما دام انكم حبيتوا السلسلة دي ادعموها حبايب. يلا 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 بسم الله. معانا مين؟ كنسي. اوكي اوكي اوكي. طيب واحد خمسة أربعة ما صراحة يعني اللي عجبني فيها بس الافشنسي. صحيح 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 كسر كذا بس قال تبغى اعدام انا اعدم لك اياه. بس انه مهم ما يعني كان كان في كسل في الموضوع ما فكر اني اسوي شيء ثاني كذا. تعرف اللي طب انا اقتله حقتل لك اياه بس تقول لي ستايل وما ستايل ستايل حب عليك يا يابانيين يا ابوي افشنسي خلص بسرعه. ايه نشوف الحركه الثانيه. اما هذه الحركة لو يطلع فيها حركات زيادة افشنسي الموضوع اوكي مسح حتى اربعة خمسة خمسة يا مسحة السلاح لحالك. انا كنت بعطيها اقل بس عشان مسحة بس برضو معني تبغاني اقتلك يا بس لا تقول لي كيف نحترم وجهة نظرك الساموراي. اي عجبني انه اعطاها قصة. اللي بعده اوروشي. هاي اوفيشن برضه يبنين نفس الشيء نفس الشيء. اثنين ستة اربعة احسن بتكة عشان انه كذا بعدين اعطاه. صحيح بس هذا مو أساسن؟ أوروتي إلا أساسن لا لا إلا أساسن وين أساسن؟ أساسن إلا لا أوكي كلاس حقه أوكي أوكي يعني توقعت أنه أساسن يتشقلبون يسوون أشياء زيادة تعرف؟ وري لا بس اللعبة يعني ترى ما فيها شقلبة أنا بس أنه خفيف. يلا يلا حركة ثانية شايف هذا هو هذا حركة السمراء سبعة أربعة ستة يا عجبتني الحركه تعرف يا في كوع في كوع يا كذا على النفه يعني هو قاعد يعطيه انا حسيت الكوع اللي اعطاه اياه كذا اللي ما حسيت انه كان ضربه قويه او ضربه سيت اب كذا وبعدين اوكي كقش وبعدين كمل على يس اي بس ما ادري حسيت ان اللي بدون سيت اب كانت احلى اوكي يلا اللي بعده يلا جبنا لكم ناروتو. اي هاي أريغاتو شينوبي شينوبي يس يلا كومو كيروبي يا سلام شوف هذا كذا اللي شكله كذا اللي شكله كذا اللي شكله الأداء يا سلام تسعة 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 وين تسعة حلو انا راح وجر مره ثانيه وبعدين مسك كذا تشقلب وكل تشقلب اي تحس فيها افكار جديده كذا حلو نعم نعم اللي بعده او الحركه الثانيه الحركه الثانيه عيد عيد يا مستر كل الضربات ضربه بالشوك ترى اللي على يده عشرة تسعة ثمانية يا سرعة يا أنا كنت بحاول إني أعطيه أقل من عشرة بس هذه حركة أفضل من اللي قبله واللي قبله أعطيته تسعة أنت عجبتك أكثر من قبله؟ والله أنا عجبتني أكثر أنا كلهم عجبوني هي حلوة صراحة كان سريع كان سريع وأنيق في ضربه تعرف اللي وعجبتني إني ضربتها اللي كذا بالشوك اللي على يده كان فيها مو بعد أنا عجبتني وقفة رهيبة يلا نشوف اللي بعد هي توكري اوكي اللي هو اجلس اوكي ايش فيه؟ جبتني السلام في النهايه عرفت؟
سلم ما شفته. إيه 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 إلا بدأ سلم في النهاية سوى كده. أشوف 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 بالله دي سلم. ها يمكن سواها ايدل انيميشن ما ادري تو انت سواها. طيب اوكي 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 9 6 صغير رخيص شو دعس على ظهره وبعدين رمى الفاس حتى ما مو ضرب ايه. لا رمى سابع بس سابع بس عشان اوريك ثقلها ضربه قويه يعني بس عشان اوريك ثقلها بس هي هي من الحركات اللي لها ستايل اكثر ما هي قوه احس إيه انا نقاطي كلها على ستايل انا مره عجبت اكيد يا الله في الصفر يا اوكي هذه واحده من الاشياء اللي عجبتني بدي. احنا ما سوينا حركه ثانيه عقده يلا ثاني لاحظت لاحظت انه كسر رقبته بالعكس بالعكس ما مو بالحد اي مو بالحد مو بالحد ثمانية سبعة صفر اوف برضو مين معنا شو جوكي شو جوكي نص اثنين صفر يا مره okay. خايس مره خايس خايس يعني لف يسار بعدين اتمنيت له يمسك ويدش دش 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 اي لو ضرب اكثر من مره يرفع ايه وكنت استناها بس لا ما قتله يعني حتى. طيب شوف الحركه الثانيه ان شاء الله احلى سبعة عشرة 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 قاط كلها ستايل بوينت عالصديق ستايل هذيك هي مرة كرشة الكرشة هي حلوة هي المرة حلوة كنت ودي أعطيها عشرة بس النقطة الأساسية لا 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 النقطة الأساسية اللي هي إحنا نقيم إعدام ما عدمت بكرشتك أنت معليش أنا ما أشوف أنها قتلة ذي هي حلوة أنا أشوف القتلة اللي لما أعطاه أنا ما في أمل يجيب ذرية خلاص. بس ما قدر ذرية صح ما. أنا ذريته. معليش. أنا ذرية. إيه. قتلة بالكرشة. ما شفته طاح من الكرشة. خلاص أنت تدور قدر بالكرشة. أنا أشوف إنه مو. بالعكس هذا هذا عش كذا ياخذ عشرة. طيب. أبوشي. معانا أبوشي. حيا بالبداية نابع. تعجب روح. لا. في كذا. اثنين ستة ثلاثة يا 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 شفتها بس يعني عادية كليم كات سويت له بس ايه طب نشوف اللي بعده بس عجبني القصة اللي بالزاوية جاية عرفت او على الاقل حركة السلاح كانت بالزاوية طيب يلا نصف ثمانية ستة أنا عجبتني ستايلش مرة كانت مرة كانت مرة أي يعني حلوة الحركة من ناحية ستايل ما هي من ناحية ضرب أي من قوة تحسها خفيفة مرة بس إنها كانت كذا تحسها حبتك تحسها حركة فنية كانت عط عطنا رأيك ليش ما عجبتني ما عجبت ما عجبتني بنروح بهذه الشخصية الأساسية اللي بتلعب فيها فرانا طيب بس ما عجبك كذا اي كذا اوكي ما في سبب شخص اي شخص انت شخصنا مع الكاركتر اللي هو يحب يلعب عادي لا انا اكلمك انت اي عادي فراكت عودنا كذا شخص كيف مع كاركتر يحبه لا مستحيل اي معنا مين عرموشة 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 اوكي 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 ده بس عيد 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 اوكي اوكي سبعة ثمانية ثمانية يا اوكي حركة جديدة مهي بقوية بس حركة جديدة كده حركة جديدة يا كان في حركة كان في حركة
كان في كذا شقلب وقطع راسه في نص الخط. ما حلو الفكرة. يلا اللي بعده. ثمانية. ثمانية. سبعة. أوكي. كانت حلوة. كانت حلوة. سواه شيش كباب. أي كذا. أي. على كذا على كتفه وزخ على تحت كذا. شيش كباب. أوكي اللي بعد. معنا أول شخصية من الكلان الجديد أو الكلان الصيني اسمه إيش؟ تياندي. تياندي. يس اوكي اوكي 8 8 5 كان في كذا ستايل ستايل حق حلو بس ابغى اعرف دبي وش ليش 5 حركه فيها حركات بس ما ضبطني يعني في كبر نفسه اوكي ولا ستايل قلت لك فيها حركات اوكي إيه بس تقول بس حركات انا ما ادري اذا ستايل تقصد ولا لا بس كم يلا يلا عشرة عشرة والله يستاهله بالراحة طيب مرة يستاهله بالراحة هاي أكثر واحدة عجبتني في اللعبة كلها يا رجال شكرا لا واحدة في اللعبة لكن يمكن أحسن واحدة الحين شكرا من أفضل من التوب ثري بالراحة هذا حلو مرة حلو كم مرة صقعوا كذا سووا سكون سكون كأنه سووا شاورما كذا وتحس يعني طعن مناطق مختلفة من أيه. ما طعن كان مرتين خبل طيب معانا النوشيا نوشيا اي اوكي اوه عيد 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 في شيء سوته اي في شيء انا عاجبني شوف اخر هي شبكت السلاح الثاني معاه يا هذه حلو اشوف تسعة تسعة ستة اوف عادي تسعة مقلوبة شبكة السلاحين هذه مرة عجبتني كذا تحسها انيقة وهي تلفلف ام السلاح اول شيء عجبني اللي وخر رجوله كذا اللي وخر بتشر رجوله بعدين بالنهاية لا انا بجي ظهرك سكا يا اغلبها ستايل بوينت صراحة اي صحيح صح طيب ايش في الحركة الثانية حقتها عشرة عشرة خمسة والله مرة حلو والله هذه أحلى من اللي قبل هذيك اللي أعطيناها عشرات أنا بالنسبة لي هذه أحلى على الأقل هذه ضربات أنستال أنا بالنسبة لي هي كلها نفس الضربة لا لا قاعد تسوي زد وراها الحركة هي نفس الضربة يعني في النهاية هي قاعدة تدور وتضرب ذي اللي ورا ذي اللي تسحب بعدين تسحب بس بعد آخر واحدة اللي تختلف فعشان كذا يعني ما عجبتني اوكي حسيتها يعني اللي قبل اعطيناها ثلاث عشرات والله ستايله حلو انا عاجبني ستايله حتى انا طيب نشوف انا الشخصيه شوف اللي بعده زانهو اي عشرة يا اخي مبدعين يا اخي الصينيين والله مرة كلان فسقان مرة رهيبين والله يا ولد وين شكلها كذا اللي تشقلب كذا قطع يده في البدايه يعني طيب بعدين ما قدرت لسه ضربه برضه زياده غزب واحد في رقبته اعطاها الدبل تاب صدقي يعني حركات وستايل كلها الصينيين كلهم ستايل صراحه ورينا الثانيه اي عطنا الثانيه اوكي اتعورت عشرة مع سبعة مرة عجبتني اول مرة اشوف واحد يشقلب واحد لسه السرعة في بطنه مرة رهيب انا بالنسبة لي يعني اغلب النقاط كلها على كديش تعور الضربة مو بالستايل طب تخيل كذا حسيت بالذا قاعد يتعفط في القفص الصدري كذا
بس احساس اللي جانا على المعده شوايه. خلينا نشوف الشخصيه اللي بعده. جان جون او يان جون او يان يون. اوكي واحد من الشخصيات. اوكي اوكي تسعة اوف اربعة يا ابوي كف يا دبي صقعوا كف اعطى كف كذا ورا فاهم الكف بس ما ادري يمكن اللي قبله حسسني انه هذا عادي مره هو شوف بالنسبة للي قبلهم هذا اقل اقل بس انه الكف انا عجبني كذا اوكي اسكعم وخر بعدين كذا تشقلب الشايب العجوز ذا يقدر يتشقلب شو اسمه الستايل حقه والحركة حقته كذا وهو يتحرك مو بالحركات نفسها اللي هو يسويها كانت حلوة اوكي الحركة الثانية اوكي تسعة سبعة سبعة شات السلاح يا ولد شات السلاح هي احلى حركة صح والله عجبتني جت السلاح حقه بس يعني كانت مرة ضعيفة مرة بزيادة حسيتها ضعيفة صحيح انا شات السلاح هذه لعبت في مرة بسط شاولن عجبني كذا هذا قلبه موتور كومبات ذا يا رجال جد دقيقة بعيدة مرة ثانية عيدها 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 يا اوكي ثمانية ثمانية تسعة يا ممتازة حلو ممتازة يا عجبتني التحية يا انه فقش راسه برجله والله مرة قوي خبل 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 الحركة الثانية اوكي تسعة تسعة سبعة حركات كثيرة ضربات كثيرة ممتازة بس لو حركة زيادة التحية اللي قبل كذا لو كانت هنا كان يمكن صارت خرافية الحركة ذي والله عجبتني التحية تعرف اللي نهايتها كذا تحس انها اندر ويلفينغ نهايته كان كذا البوز حقه كذا بس انت تحس انه يبي له حركه زياده تحس انه كان بيسوي شيء بس ما سواه بالضبط عشان كذا ابغى حركه زياده باختصار انا البنت الصينيه ثاني واحده احسن واحده انا بالنسبة ثاني واحده بنت الصينيه لا اللي صار هذا مره احسن شوف الكلام الصيني كان مره ممتاز مره كلهم كانوا كويسين هذه ميزه الياباني كان متفوت بالذات من البداية لا هذا هو الواحد كان عادي جدا 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 اللي تبغى أقتله بس لأن قتلاتهم كلها كلين كات بس كذا الدبة كانت الحركة الأولى سيئة بعدين الثانية كانت ممتازة بالكرشة حتى هذا خفاش ما أدري اسمه ذا عرمش إيش اسمه إيه عرمش الحركة الثانية حقته ممتازة بس البقية كانوا عاديين الشنوبي بالذات ذراع الفاس الصين كانوا كويسين وبس افضل الناس الصينيين كانوا صح في الحلقه دي من التوب 3 حد بالراحه يخشون كلهم يا كلهم يخشون في التوب 3 ثلاثه يعني من الحلقه دي التوب 3 كله صينيين انت عندك يعني الاول الثاني الثالث اوكي نعم 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 احطهم الثلاثه عادي ما عندي مشكله مره كانوا ممتازين بس في شيء ثاني ابد سلامتك حبيبي ان شاء الله استانست بالحلقه ذي حقت بالانر واللي ما شاف الحلقه الاولى يروح يشوفها وعلمونا وش احسن حركه في الكومنت لا تنسوا وعلمونا وش تبون نسوي حكام المره الجايه ناروتو موجود جاي بالطريق اللي قاعد يكتب ناروتو وين ناروتو الحين صحيح بس وش تبون زياده غير وين ناروتو صحيح وبس سلام سلام سلام